يعتبر الأسبوع الأول من شهر نيسان إبريل لكل عام أسبوعاً للسرطان في تركيا، وبهذه الوسيلة تجرى أنشطة مختلفة من أجل توعية الناس حول السرطان. السرطان هو مرض خلوي، والخلية وحدة البناء للكائنات الحية. تجتمع الخلايا المتشابهة مع البعض في البنية والعمل، فتتكون الأنسجة وتجتمع فتكون الأعضاء والأجهزة. أهم ميزة للخلية هو أن تنقسم وتتكاثر. الخلايا التي تتكاثر عبر الانقسام يتم إخراجها من الجسم، أما السرطان فهو انقسام وتكاثر الخلايا بشكل غير طبيعي. عند المصابين بالسرطان تتكاثر الخلايا بشكل رهيب وتمنع الأعضاء في أن تقوم بوظائفها. خطر السرطان بالنسبة لصحة الشعب هو أن يكون مرضاً قاتلاً وشائعاً، وعندما ننظر من هذه الزاوية نجد أن السرطان هو أهم مشكلة صحية في العالم. ولمكافحة السرطان والتقليل من أضراره يجب توعية الناس بأهمية المرض وطرق مكافحته. تطور علم الطب وطلب الناس للمساعدة بوعي أكثر بالنسبة للماضي يخلص الكثيرين من السرطان، وسيزداد عدد الذين يتخلصون من السرطان يوما بعد يوم. من أجل مساعدة المريض في موضوع السرطان ودعم الدراسات والبحوث حول المرض والمساعدة في تعليم الأطباء، تم عام 1947 بأنقرة إنشاء جمعية باسم مؤسسة الدراسات على السرطان ومكافحته. الجمعية منذ تأسيسها تحذر المواطنين في موضوع التشخيص المبكر والتحسين، وتقوم بأعمال لأجل جعلنا أكثر معرفة بموضوع السرطان. هذه المؤسسة تصدر منذ عام 1952 مجلة باسم أخبار السرطان التركية. تم الاعتراف بالأسبوع الأول من شهر نيسان إبريل لكل عام كأسبوع لمكافحة السرطان باقتراح من مؤسسة الدراسات على السرطان ومكافحته. وبدعم نفس المؤسسة تم افتتاح أول مستشفى للسرطان في بلدنا عام 1956 في أنقرة.